بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الفيديو التاني عن السيلات. عندنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الأويل سيل واللابنانز، المرة دي هنتكلم عن الهيدروليك سيلز. زي ما قلنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأويل سيل واللابنانز اللي بيستخدموا في العمود اللي بيلف حوالين نفسه. فالمرة دي هنتكلم على الحركة الترددية، زي ما قلنا النيوماتيك أو الهيدروليك، اللي هو زي البيستون سيل والروت سيل اللي هنتكلم عليهم المرة دي. أول شيء احنا هنتكلم على السيلات، على حركة خطية أو حركة ترددية. كمثال قدامنا هنبص على فيديو بيبين سيستم بسيط أوي هيدروليك، هو عبارة عن مكبس بيدخل له زيت من اتجاه فيتحرك، أو الاتجاه العكسي من لما يخش الزيت من اتجاه عكسي يتحرك في اتجاه، اللي هو عبارة عندنا عبارة عن بيستون ورود النظامين الموجودين في الهيدروليك. لو جينا نفرق ما بين نظامين في الهيدروليك مستخدمين، هو البيستون سيل او الروت سيل. لو بصينا على اليمين هنلاقي عندنا الروت سيل اللي هو عبارة عن عمود ترددي رود بيتحرك، والسيل عندنا متثبت في الجسم الثابت، يعني السيل ما بيتحركش. في الحالة دي اللي بيتحرك هو الرد، فبناء عليه السطح اللي لازم يكون معمول له معالجة بحيث ان هو يكون غير قابل للخدش، معمول له هارد كروم مثلا، هو سطح الرد العمود، وهو ده اللي قابل للاستبدال لو حصل له مشكلة. طب نيجي في البيستون رود، في السلندر رود، في السلندر سيل اللي هو على اليمين على الشمال، هنلاحظ ان السيل هنا ثابت في البيستون والبيستون متحرك، بمعنى ان السيل بيتحرك مع البيستون. يبقى الاحتكاك هنا بيحصل على جسم السلندر اللي هو الجسم الثابت اللي هو القطر الاكبر. يبقى جسم السلندر هو المفروض يكون معمول له عملية تأسية عشان يتحمل الاحتكاك، واللي دايما هو اللي هيبوظ لو ان احنا السيل بتاعنا باظ واحنا ما غيرناهوش بدري. تعال نبص عليهم كده نظرة بسيطة على البيستون سيل والروت سيل. نقول لو عندنا ده بيستون زي ما قلنا اللي هو القطر الأكبر اللي هو اللي هيتحرك، هيبقى راكب عليه السيل نفسه. فنقول عندنا أول حاجة جايد رينج وبيستون سيل، ده الجزء الأساسي اللي بيشيل عملية الضغط، وفي عندنا أورينج أو باك أب رينج. هنعرف كل جزء وشكله ايه دلوقتي. طب لو قلنا الرود سيل، ادي الرود عمود قطره صغير لكن السيل ثابت في الجسم، فهنلاحظ عندنا في جايد رينج برضو متكررة تاني، في بافر سيل او سيل مبدئي بيشيل جزء من الضغط، وبعدين عندنا الرود سيل الاساسي اللي بيشيل الضغط. الرود سيل بيتميز عن البيستون سيل اللي فيه جزء منه بيبص على الضغط الخارجي، فلازم يبقى عندنا حاجة اسمها ويبر، لأن بعد كده في عندنا الهواء فممكن يدخل له تراب. لو جينا نبص اتجاه الضغط في البيستون سيل، هنلاحظ ان هو ممكن يكون زي السهم اللي على الشمال زي ما قلنا، فيتحمله البيستون سيل اللي هو ضغط رقم واحد. في الغرفة التانية الضغط هنا بيتعرض لحاجتين، بيضغط على البيستون وبيضغط على الرود، فيبقى عندنا الضغط يأثر في اتجاهين اللي هو الضغط رقم 2. عندنا في أقصى اليمين ما عندناش ضغط خالص، ده الضغط الجوي، فدايما اتجاه السيل هيكون مواجه لاتجاه الضغط. عشان كده تركيب السيل في الهيدروليك له اتجاه لازم ناخد بالنا منه كويس. ناخد صورة أوضح شوية. لو قلنا عندنا برضو ده من اتجاه اليمين في عندنا بيستون سيل، وللشمال هو رود سيل، فمبدئيا عندنا الضغط الموجود هيبقى لو الضغط رقم واحد موجود في اليمين هيقابل البيستون، يبقى لازم يكون عندي جايد رينج، وبعدين يكون عندي سيل بيستون سيل، وبعدين يجي ضغط تاني. الضغط الغرفة التانية فيها ضغط تاني، فلازم يتمنع انه يخرج للضغط الجوي، فيبقى عندنا جايد رينج برضه
بيستون سيل ده اللي هيشيل الضغط برضو زي ما اتفقنا اهم شيء، وممكن يكون عندنا سيل ثانوي كمان غير السيل الاساسي يشيل بواقي التسريب من الاول من السيل الاولاني، وبعدين يبقى عندنا ويبر دي حاجة بتمسح العمود من بقايا الزيت وتمنع التراب يخش جوه. وبرضو قلنا هنا مفيش ضغط لان احنا في الهواء خلاص بقينا في الجو ضغط الجو. طيب لو خدنا الروت سيل بالتفصيل كده، التلاتة كومبوننت اللي قلناهم هما الجايد رينج والروت سيل والويبر. طيب لو بصينا على الضغط اللي هو المربع الاحمر هيبتدي يعدي من بيبقى كبير قوي، هيعدي على الجايد رينج فيقل شوية وبعدين يعدي على الروت سيل فيقل اكتر، وبعدين المفروض ما يوصل الويبر يكون احنا منعنا خالص الليك فما يبقاش فيه اي تسريب خارج زي ما احنا ممثلينها بالاسهم. طيب لو قلنا الجايد رينج ايه وظيفتها، الجايد رينج هي هدفها الاساسي ان هي تشيل وزن الرد تشيل وزن العمود، تاني حاجه تسنطره في النص في اي فورسز اي قوه جايه عايزه تحذفه في جنب يبقى هي تمنعها فبتشيل الوزن بتشيل الفورسز، تاني حاجه تمنع العمود ان هو يلامس جسم السلندر فيبقى حديد على حديد فيعمل لي رايش ويعمل لي احتكاك ويبوظ السطح الخارجي بتاع العمود. طيب الروت سيل وده الجزء الاساسي في عمليه منع التسريب، ده وظيفته انه يمنع ضغط الزيت انه يهرب علشان انا بستخدم الضغط ده في وظيفه معينه. الويبر والمساحه دي اخر جزء شغلتها الاساسيه انها تمنع اي شوائب تراب او رمله تدخل من الجو جوه السيستم فتقوم تبوظ الزيت او تبوظ السطح بتاع العمود نتيجه انه بيبقى معمول له تجليخ عالي قوي فاقل حاجه ممكن تجرح، ولو اتجرح فاصبح الضغط هيهرب بالنسبه لنا. لو جينا نبص على الروت سيل شكل السيلات بتاعته، لو خدنا من الشمال هنلاحظ ان في انواع سيلات هتعتمد ان الضغط هو اللي يخليها تعمل تمنع التسريب، ضغط يخش جواها فيخليها تنفش تكبر في المساحة اللي هي فيها فتمنع التسريب. لو اتحركنا باتجاه اقصى اليمين هنلاحظ ان السيل ابتدى يبقى لا حاجة قوية مش مجرد شفة ضعيفة. فلو قلنا لو عندنا هنا الضغط هيضغط في الاتجاه ده فهيفتح الشفتين دول اللي بره ينفشهم فيمنعوا التسريب، لكن في الاقصى اليمين احنا ابتدينا نقول لو الضغط عالي قوي محتاجين منع التسريب يكون قوي فبنجيب مانع تسريب يتحط في مكان ده بيتحشر زي ما بنقول نحشره في المكان فيقوم يبقى مش مجرد انه بينفش من الضغط بس، لا ده هو كمان محطوط مضغوط فبيملى المساحة دي بفرص. الروت سيل دايما الحركة بما ان الرود هو اللي بيتحرك فيبقى الحركة كلها على القطر الداخلي للسيل، لو بصينا كده هنلاحظ ان هتبقى دايما الحركة على القطر الداخلي للسيل فاللي هيبوظ القطر الداخلي للسيل، لكن القطر الخارجي ده ثابت مع الجسم فمش هيحصل له حاجة. علشان كده لو بصينا لو في اورنج مثلا هنلاحظ ان الاورنج محطوط لبره مش لجوه. لما راجع اركب الروت سيل لازم له طريقه جميله قوي زي اللي حضراتكم شايفينها ان انا ممكن ما ينفعش اكسره، لازم اتنيه بطريقه ان انا ما اكسروش ما اعملش فيه زاويه قايمه تبقى دايما الزاويه بتاعتي مش قايمه وانا بدخله في مكانه. طيب النوع التاني هو البيستون سيل، البيستون سيل ما بيختلفش كتير قوي عن الروت سيل لكن بيركب على البيستون. فلو قلنا عندنا اول حاجه الجايد رينج وده شكلها، وبعدين في عندنا البيستون سيل اللي ممكن يكون جزئين زي ما قلنا اورنج وحلقه عليه ممكن غالبا بتبقى تفلون او ماده ناشفه، ده البيستون سيل. وبعدين عندنا بيبقى مع البيستون مع الرد في ستاتيك سيل، ده مجرد حشو ده معلهوش اي حركه ده بيتحط مره واحده
واتربط عليه وبس. البيستون سيل زي الروت سيل برضو، في عندنا ممكن يكون بيعمل عملية سيلينج عن طريق الضغط نفسه، ان هو ينفش مع الضغط، او ان انا بضطر احطه في مكان وازنقه اضغط عليه فيبقى عامل سيلينج عالية. المشكلة ان النوع اللي بينفش مع الضغط بيبقى ما فيهوش احتكاك، على عكس النوع اللي احنا بنحشره بيبقى الاحتكاك عالي قوي، بيبقى معدل التآكل ضعيف شوية، في الاتجاه التاني بيبقى قوي فبيتاكل بسرعة، معدل التسريب بيبقى فيه سن بيبقى فيه سن التسريب، لكن في النوع اللي هو اللي بنقول عليه بيتحشر بيبقى السيلينج عالي قوي قوي، لكن على حساب الاحتكاك والتآكل بتاعه وعمره. لو جينا نبص هنا برضو، الحركة هنا مش هتنفع تبقى على القطر الداخلي، لازم تبقى الحركة بتاعتنا على القطر الخارجي وليس الداخلي. فلو بصينا لو في اورنج موجود من ضمن السيل هنلاقي الاورنج لازم يبقى هو الثابت، فهتلاقيه على القطر الداخلي، لكن القطر الخارجي هو اللي عليه الاحتكاك، فدايما التآكل هيبقى على القطر الخارجي. فلما اجي ابص وانا بطلعه ابص على القطر الخارجي، هو اللي يهمني، هو اللي اتاكل ولا لا. لكن القطر الداخلي بيبقى دايما سليم. لو بصينا اللي باللون الاحمر هو الجزء اللي هيتاكل دايما لان ده اللي عليه الحركه، واللي باللون الاخضر هو ده اللي مش هيتاكل، ده ثابت دايما. لما نيجي نركب البيستون سيل زي ما نقول هو احيانا بيبقى جزئين، فلازم اركب الاورنج وده سهل جدا. طب الجزء الحلقه الخارجيه بتبقى ناشفه، تركب ازاي؟ لازم تركب على مراحل. لو جينا نبص كده ركبنا الاورنج، نحاول نركب الحلقه، لازم ندخلها زي ما نقول بالورب، نزحزحها زي اول صوره، وبعدين نبدا نعكس الاتجاه وندخل من الاتجاه العكسي لحد ما تبات في مكانها. بما اننا عرفنا الفرق ما بين البيستون سيل والروت سيل، تعالوا نبص على اللي قدامنا ده. اول واحد في اليمين روت سيل، لان عندنا اورنج خارجي، يبقى اكيد الاحتكاك على الجزء الداخلي، يبقى الاورنج هو اللي بره، يبقى السطح المتحرك جوه، يبقى ده روت سيل. اللي بعديه روت سيل، لان الاورنج لازم يكون هو الثابت، ما ينفعش يبقى عندنا احتكاك على اورنج والا هيفرول او هيتبرم. نيجي في التالتة، عندنا الاورنج جوه، يبقى السطح الخارجي هو اللي بيبقى يعمل سيلينج، يبقى ده بيستون سيل. طب اخر واحدة خالص دي روت سيل، لان الاورنج برضو في السطح الخارجي على الثابت، وهنا ده بيستون سيل لان الاورنج جوه هيقعد على البيستون، يبقى عندنا الرنج اللي هي هتتحرك على السلندر، يبقى ده بيستون سيل. دي لوحة بتوضح كل اشكال البيستون سيل والروت سيل، احنا شرحناها قبل كده فدي تجميعة. في ملحوظة بس في الويل رينج، لو لاحظنا في منها بيبقى القطع فيها على شكل مسلوق زاوية 45 او عدلة، وفي نوع تالت مش موجود في اللوحة، ده بيبقى على هيئة غنفاري. نفس ما ينطبق على الأولسيلات، الماتيريال اللي بتصنع منها السيلز لازم تكون متوائمة مع نوع الزيت ومتوائمة مع درجة الحرارة، زي اللي قدامنا ده. هل انا هصنعها من ناتشرال رابر، كوتش طبيعي، ولا نيوبرين، ولا اي بي دي ام، ولا فايتون؟ في كل حالة من دول تنطبق عليها درجة حرارة معينة. شكرا لكم.